السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النشرة الرئيسية من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم إلى العناوين. الاتفاق على مواصلة العمل بقرار خفض الانتاج بتسعة ملايين برميل فاصل سبعة يوميا شهر جوان. ووزير الطاقة الرئيس الحالي لأوبك يبرز دور الجزائر الاستراتيجي في إيجاد التوافق خلال الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة أوبك وغير أوبك. دخول المرحلة الأولى من رفع الحجر على بعض النشاطات الاقتصادية غدا. وفي النشرة صور عن الاستعدادات لاستئناف النشاط وسط وعي باحترام الإجراءات الصحية. مئة وخمس عشرة حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتماثل 178 مصابا للشفاء، وتسجيل ثمان وفيات جديدة رحمهم الله. بحيرة أم غلاس بوادي التليلات بوهران تحفة طبيعية وسياحية تستدعي الرعاية اللازمة. إذن اتفقت اليوم دول المصدرة لنفط أوبك وغير أوبك على تمديد العمل باتفاق خفض الانتاج القياسي لشهر جوان بتسعة ملايين برميل فاصلة سبعة يوميا وتسعة مليون برميل فاصلة ستة يوميا خلال شهر جويلية. يأتي هذا بعد اللقاء الوزاري الحادي عشر لدول أوبك وغير أوبك الذي جرى بتقنية التحاضر عن بعد، وترأسه وزير الطاقة الرئيس الحالي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك محمد عرقاب، الذي أكد أن هذا الاتفاق الهام سيعمل على امتصاص الكميات الإضافية التي تعاني منها السوق النفطية، ويساعد على الوصول إلى استقرار في السوق النفطية العالمية والتوافق بين الدول المنتجة والمصدرة. كما ترأس عرقاب أشغال الاجتماع الوزاري 79 بعد المئة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، حيث نوه بدور الجزائر الاستراتيجي في إيجاد التوافق بين الدول الأعضاء. الاقتراح الجديد اللي كان اليوم أننا لكي نمتص الكميات الموجودة في السوق الزائدة نواصل هذا الاتفاق تعاون تاع إلى شهر جويلية ب 9.6 مليون برميل في اليوم كتخفيض لشهر جويلية. راح نواصل شهر جوان ب 9.7 مليون برميل كتخفيض، وشهر جويلية راح يكون 9.6 بدل من 7.7 اللي قررناه يوم 12 أفريل. كان هذا الاقتراح اللي وضعناه في اجتماع الأوبك كان له صدى جيد وقبول تام من طرف كل شركائنا الغير الأوبك، وخلصنا إلى هذه النتيجة الجيدة ل 23 دولة، ووقعنا كل الاتفاقيات لأننا قررنا كذلك أن نلتقي في الاجتماعات التقنية للجي ام ام سي على مستوى الوزراء، هذه الاجتماعات لأوبك وغير الأوبك، كي ننسق تماما، لأن هذه الاجتماعات كانت دورية كل ثلاث أشهر في الاتفاقيات اللي مضت، لكن هذا المرة قلنا لازم نلتقي كل شهر، لأن مهم جدا أن للتطبيق الاتفاق لكل البلدان. حطت اليوم بمطار هواري بومدينة الدولي طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية قادمة من دبي تقل 268 مسافرا جزائريا كانوا عالقين بالإمارات العربية المتحدة إثر تفشي وباء كورونا، حيث نقلوا إلى المركب السياحي بزموري للخضوع إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما. محمد أمين بوتومي. في رحلة خاصة من دبي إلى الجزائر وبعد أن قضوا فترة ليست بالوجيزة هناك، عاد إلى أرض الوطن 268 مواطنا تم إجلاؤهم بقرار من السلطات الجزائرية. الحمد لله اللي جينا، ونشكر السلطات اللي شافوا لنا وفرجوا علينا وخلاص. وكاين ناس نتمنى كاين ناس اللي مازالوا عالقين يشوفوا لهم شوية. الحمد لله، يعني كانت في شوية تأخير ولكن الظروف كامل جيدة، ونشكر الإمارات على كل حال والجزائر على المجهود اللي بذلوه معنا. ومن مطار الجزائر الدولي إلى المركب السياحي العائلي بزموري، أين تم استقبال العائدين إلى أرض الوطن، وأول إجراء مر عبره هؤلاء الفحص الطبي.
نقيسوا لهم درجة الحرارة كل 48 ساعة، ونتبعوا جميع المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة ولا أمراض اللي تحتاج أن نتبعوها، هذا كله لمدة 14 يوم إن شاء الله. ويتم استقبالهم هنا في مركز عائلي على مستوى بلدية زموري، أين ستوفر لهم كل كافة الشروط يعني الحياة الكريمة والعناية الصحية خلال 14 يوم، حتى نتأكد من سلامتهم وتمكينهم من العودة إلى أهاليهم سالمين بإذن الله. حوالي أسبوعين وتنتهي فترة الحجر الصحي الإلزامي للعائدين، فترة وجيزة إذا ما قورنت بما قضوه خارج الوطن. تدخل غدا الأحد 7 جوان حيز التنفيذ المرحلة الأولى من خارطة الطريق للخروج من الحجر الصحي بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد، حيث تشمل خطط الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية محلات الإطعام السريع عن طريق حملها، إضافة إلى نشاطات أخرى تستعرضها حورية جرجار في هذا التقرير. تدخل الجزائر غدا المرحلة الأولى من رفع الحجر الصحي في إطار خريطة طريق سطرتها الحكومة بغرض العودة تدريجيا للنشاط الاقتصادي والتجاري والخدماتي. قائمة النشاطات المدرجة في المرحلة الأولى لرفع الحجر الصحي تدريجيا تضمنت النشاطات التي تضررت وتضرر أصحابها وزبائنها من جراء توقيف نشاطها منذ 25 مارس المنصرم بسبب انتشار وباء كورونا، وكإجراء وقائي واحترازي من فيروس نشر الرعب والدمار في العديد من الدول. سيدخل يوم 7 جوان 2020 في الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري، ويدون لبداية مرحلة ما بعد كورونا والعودة التدريجية للحياة العادية لبعض النشاطات التي تضرر أصحابها. إن قرار استئناف بعض النشاطات التجارية والحرفية يأتي على خلفية النتائج الإيجابية المحققة بفضل الصرامة التي أملتها القرارات الحكيمة، وبالأساس التجنيد لمن كانوا في الصفوف الأولى في المواجهة من السلك الطبي وشبه الطبي. رفع الحجر الصحي الجزئي سيدخل من دون شك جرعة من الأكسجين في شريان الاقتصاد الوطني، ويعطي أريحية للمعنيين من التجار والمواطنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. تقبل الله وصلاة الجميع ونعود معكم لاستكمال أخبار النشرة. إذن تدخل غداً حيز التنفيذ المرحلة الأولى من خارطة الطريق للخروج من الحجر الصحي بصفة تدريجية، هذا وتشهد محلات تجارية متنوعة تحضيرات واستعدادات لاستئناف نشاطها التجاري مع إجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي. حنان بوريو. حركة مميزة شهدتها شوارع العاصمة مع استعداد المحلات التجارية المعنية برفع الحظر عن نشاطاتها تحضيرا للعودة التدريجية بداية من 7 جوان مع احترام البروتوكول الصحي المعمول به في هذه الظروف. قالوا لنا واش لازم نديروا، لازم أنبت لاخر ما فيش دي 3% في الحانوت ما يكونوش بليس الأنبت بينه وبين المشتري، ولازم لو جيل هذا تاع الاخر كونفيرمون بليس لو بابي هذاك اللي يجي في داخل باش اكرمك الله على رجليه نورمالمون سيتو بليس لابابات. وكالات السياحة والأسفار هي الأخرى تستعد لمباشرة عملها بالرغم من غلق المجال الجوي حاليا، فقد تأثرت تأثرا بليغا بسبب الجائحة التي جاءت في وقت ذروة الطلب على العطل والأسفار. قوموا بعملية تحضيرات فقط، يعني ترتيب أوراق، ما يعني به تكون يعني نشاط، ما نقدروش يعني نديروا نشاطات سياحية والطيران متوقف، ما نقدروش نديروا نشاط سياحي أم باكيج سياحي والفنادق متوقفة، ما نقدروش نديروا نشاط سياحي والشواطئ مغلوقة. استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية لا يجب أن ينسينا ضرورة التقيد بالتدابير الصارمة للوقاية الصحية ورفع درجة اليقظة لسلامتنا جميعا، فدينار وقاية خير من قنطار علاج. ومتابعة لمستجدات الوضع الصحي بالبلاد، عقد اليوم الناطق الرسمي للجنة الوطنية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فرار عقد ندوة صحفية استعرض فيها الحصيلة الجديدة بالأرقام. تسجيل 115 حالة جديدة، يصبح العدد الإجمالي 10050 حالة، أي بمعدل 23 حالة لكل 100,000 نسمة. وشوفوا كان 29 ولاية عندها نسبة أقل من النسبة الوطنية، و19 ولاية عندها نسبة أكبر من الرصيد الوطني. فيما يخص الولايات التي لم تسجل أي حالة، عددها في 24 ساعة الأخيرة 25. فيما يخص الوفيات، سجلنا 8 وفيات جديدة رحمهم الله، بكل من سطيف حالتين، الجزائر العاصمة، بشار، بومرداستي، بازا، سيدي بلعباس وقسنطينة بحالة واحدة، وذلك يصبح العدد الإجمالي للحالات 698. و 75% من الوفيات عمرهم أكثر من 60 سنة فما فوق. فيما يخص أن 19406 مريض استفادوا من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، ومنها 8715 حالة مؤكدة و 10691 حالة حسب الأشعة والسكانر. فيما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء طبقا للمعايير المعمول به، عندنا 6631 مريض تمثلوا الشفاء، منهم 178 خلال 24 ساعة الأخيرة. أما ما يخص الاستشفاء، عندنا حاليا 24 مريض في العناية المركزة. وعن عملية إعداد التقارير اليومية، اعتدنا متابعة بيان حصيلة اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا. حنان بوريو تنقل لنا كواليس عمل اللجنة في هذا الروبورتاج.
عمل جبار تقوم به ثلاث خلايا على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يشرف عليه دكاترة وإطارات كل في مجال اختصاصه. كل خلية يعني مع المؤسسات الاستشفائية تأخذ عينات كل المرضى يعني اللي سجلوا في 24 ساعة الأخيرة، وبهذا يعني كل لجنة تعطينا يعني أرقام الحصيلة تاع 24 ساعة الأخيرة. الخلية هذه فيها 17 إطار من وزارة الصحة. هنا المعلومات يدونا من المخابر المعتمدة، هي أكثر من 20 مخبر. يوميا تصل التقارير من مختلف مديريات الصحة حول الوضعية الوبائية وعدد الأسرة ووسائل الوقاية، ليقوم المختصون بدراستها وتحليلها. مديرية الصحة تاع الولاية راح تقوم بجمع جميع هذه المعلومات هذه وتبعتها عبر المنصة الرقمية هذه إلى المركز تاع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. من بعد هذه الأرقام هذه باش تعرفوا هي الأرقام اللي راح تكون كل 24 ساعة، في حد 24 ساعة كامل تلحق لنا كامل المعلومة في كامل القطر الوطني. تقدم المعلومات للجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا تحت إشراف رئيسها وزير الصحة، ليأتي الدور البارز للإعلام الرقمي الصحي بفضل منصة رقمية محينة يوميا. البيانات اليومية هم كاينين دائما، وكاين ثاني لذلك المؤشرات، كاين هنايا لي سونتيفيك تاع الوباء كاين يطلبوا علينا مؤشرات جدد كما صافي 3 جور هنا اجوتي لانسيدونس بار ولايه. كل هذه المجهودات التي تبذلها المصالح الصحية غرضها الحد من تفشي فيروس كورونا وضمان تسير الأمثل لهذه الأزمة. ونتابع العينة من ولاية إليزي، حيث تقوم اللجنة الولائية للرصد والوقاية من فيروس كورونا بالتنسيق المستمر والمباشر مع أعضاء اللجنة المركزية بالعاصمة والصهاري على تنفيذ التوصيات. إبراهيم بالخير. جهود كبيرة بمخطط عمل متواصل يسهر عليه أعضاء اللجنة الولائية للرصد والوقاية من فيروس كورونا بولاية إليزي. تبادل للمعلومات وتواصل دائم بكل المراكز الاستشفائية. العمل اللي نقوم بها هي أولا دراسة كل التعليمات اللي تجي من الوصاية ومن اللجنة الوطنية، كذلك مدى تطبيق هذه التعليمات، متابعة كل الأعمال اللي نقوم بها ويقوم بها الأطباء داخل المؤسسات. وباحترافية كبيرة تعاملت الأطقم الطبية بمستشفى إليزي مع الحالة المؤكدة تنفيذا لتوصيات اللجنة المركزية في اعتماد بروتوكول علاج موحد. أنا نشكر الصيدلية، نشكرها ونعاودها، ملي بدأت الأزمة هذه ما استحقيتش حاجة وقال لي ما كاش، ويعني حتى لاكاليتي يعني حتى النوعيه تاع المواد اللي يعطيها لي خاصه في الوسائل الوقائيه ولا في الدواء يعني كلش متوفر وبلاكاليتي كما يقولوا سوبيريور. تم التكفل التام والامثل في مستشفى ترقي وانتيميدل خارج جميع المرضى وهم في كل واحد في الموضع تاعه. نقل العينات من إليزي الى معهد باستور بالعاصمه انشغال ارق كثيرا اعضاء اللجنه الولائيه في اداء مهامهم. طرحت لنا بعض الاشكاليات في نقل العينات الأيام الأولى، وبعدما رجع نقل عمال شركة سوناتراك مباشرة يعني لقينا كل المساعدة من طرف شركة سوناتراك، وين عاودنا استرجعنا وبدينا ننقل العينات عن طريق الطائرة. ومن نتائج هذا العمل الدؤوب تماثله كل الحالات المؤكدة للشفاء. في مبادرة تضامنية تم اليوم توزيع 200,000 وقائع قناع نواق عبر كل مستشفيات الوطن. الانطلاقة كانت نحو مختلف مستشفيات العاصمة. محمد ياسين نقاش. بعد دخول إلزامية ارتداء الأقنعة الواقية، عملية تضامنية كبرى لفائدة المستشفيات التي تحتاجها في عملها اليومي. وهي استمرارية عملية الهبة اللي عملناها أول مرة فيما يخص 8000 تيست بي سي آر للمعهد باستور. اليوم لنا شرف يعني أننا نساهم في ضمن المجهودات اللي تبذلها الدولة الجزائرية لمكافحة ووقاية الفيروس كورونا بهبة تقدر بتقريبا 200,000، منها الطبية ومنها الاف اف بي 2 ولا الان 95، وان شاء الله حتوزع على
المستشفيات. سوف توزعنا 32 ولايه عبر القطر الوطني. اليوم كانت بني مسوس قبه، غدا ان شاء الله سطيف وبويره، وكل يوم ان شاء الله كاين ولايه واثنين. الطاقم الطبي والاداري استحسن المبادره. يعطيهم الصحه على هذه الانيشيتيف، جابوا لنا دي ماتيريال دونت اون ا بيزوان نسحقوهم اون سي كونسير لي بافات لي ان 95 لي كومبينيزون اي تو. نتقدم بالشكر على المبادره اللي قدمتها موانئ دبي العالميه على الاقنعه الواقيه اللي قدمتها الطاقم الطبي وشبه الطبي، الطاقم الطبي وشبه الطبي من اجل محاربة وباء كورونا. هو دعم بسيط للأطقم الطبية لمواجهة وباء كورونا. وفي ظل التكافل الاجتماعي إثر تفشي جائحة كورونا، نظم الهلال الأحمر الجزائري بورقلا قافلة تضامنية لفائدة البدو الرحال بدائرة البرمة الحدودية نيل حليفة. الإحساس بالغير وتقديم يد المساعدة له بالخير خلق رائع ومميز. وفي ظل التكافل الاجتماعي والتضامن دائما، نظمت قافلة تضامنية من طرف الهلال الأحمر الجزائري بولاية ورقلة، شملت مواد غذائية وخيم وأفرشة وأغطية لفائدة سكان البدو الرحل بالمناطق الحدودية المحيطة بورقلة وتحديدا بدائرة البرمة. هذه المرة الثالثة الهلال الأحمر الجزائري يقوم بعمليات كهذه لمعاونة البدو الرحل وخاصة المناطق الحدودية. هذه الحصة هذه اللي جبناها فيها طرد غذائي. تساهم المرأة بشكل فعال ومحوري في العمل الإنساني، وعليه فإن فتيات ورقلة سباقات لفعل الخير ضمن الحملات التضامنية للهلال الأحمر الجزائري. كما اليوم جينا على جال مؤونة غذائية توزع على البدو الرحل، وكذا عملية تحسيسية على وباء كورونا. كما أن للبدو الرحل نصيب من الفحوصات الطبية الدورية، ومع انتشار فيروس كوفيد-19 فإن الأطباء يأتون بصفة دائمة لفحصهم وإمدادهم بالأدوية اللازمة. بالنسبة للمناطق النائية واللي هم أصلا في طبيعيين في عزلة، والمرض من قليل انتشار في الناحية، وإحنا ثاني قمنا بعد فحوصات وقمنا بتحسين تحسات ووقاية لتجنب هذا المرض إن شاء الله. للجمال عنوان، والعمل الإنساني الخيري هو صورة متكاملة في إطارها الجمالي، نخدم به الغير ونساعدهم في أحلك الظروف والصعاب. قام اليوم وزير النقل والأشغال العمومية فاروق شعلي رفقة والي الجزائر بزيارة عمل وتفقد لمختلف مشاريع القطاع بالعاصمة. تفقد طريق منفذ العناصر الجنوبي الرابط بين بير خادم والطريق السريع الاجتنابي الجنوبي، إضافة إلى مشروع تكملة خط المترو عين النعجة براقي. هناك عدة مشاريع هيكلية اللي تسمح تفك الضغط اللي راه على حركة المرور في الجزائر، وكل هذه المشاريع تستكمل ربما من بعض منها العام المقبل إن شاء الله، والبعض الآخر سنوات المقبلة، استغلال شط الجزائر العاصمة اللي كما تلاحظوا عنده واحد البعد جهوي. في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ودمرت أمس مخبأ للجماعات الإرهابية وقذيفة هاون عيار 80 ملم، وذلك خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل بو هنديس بالميليا ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجز عناصر حرس الحدود بنعامة بالناحية العسكرية الثانية كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بستة قناطر وأربعة عشر كيلو غراما، فيما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بأين مناس بالناحية العسكرية الرابعة 114 كيلو غراما من المادة نفسها، في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بباتنا بالناحية العسكرية الخامسة تاجري مخدرات، وحجزت أزيد من 3000 قرص مهلوس وسيارة واحدة. من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من ثمن راس وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية والسادسة
وتندوف بالناحية العسكرية، الثالثة 12 شخصا، وحجزت 7 سيارات رباعية الدفع و14 مولدا كهربائيا و4 مطارق ضغط وجهازي كشف عن المعادن و300 غرام من مادة الزئبق التي تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب، بالإضافة إلى كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم حجز أزيد من 12 ألف لتر من الوقود موجهة للتهريب بكل من سوق هراس وتبسة والطرف بالناحية العسكرية الخامسة. تنموياً، مشاريع واعدة استفادت منها بلدية الحطاطبة بولاية تيبازا مؤخرا، لا سيما القرى التي تعاني من نقص في المشاريع التنموية، خصوصا ما تعلق بشبكات الصرف الصحي. فاطمة الزهراء بن فرج الله. وسط هذه البيوت الهشة يعيش سكان دوار بالخير بالحطاطبة بتيبازا، وما زاد من معاناتهم انعدام شبكة الصرف الصحي. أما سكان قرية ديستلي فلا طالما كانت المياه القذرة هاجسهم الكبير. كنا نعانوا من هذا تاع الليغو، هذا ما كاش، وكان شوية غافلين شوية علينا هنايا. كان هنا يدخل للديور الزيغو حاشا، كان يدخل للديور الفيران، حنوش هنايا دايرين حالة. تصنيف هذه القرى ضمن مناطق الظل جعلها تستفيد من إنجاز مشاريع خاصة بالصرف الصحي، رصدت لها أغلفة مالية هامة. مشاريع دي مست ما يخص مياه صالحة للشرب، الصرف الصحي، لتهيئة المسالك والطرق اللي هي ضرورية باش نضمنوا استقرار المواطنين في هذه المناطق. وهذا الاتجاه الجديد والعمليات راهم في الميدان انطلقوا، والأجل تكون في أقرب وقت. عندنا 6 مشاريع اللي انطلقت منهم هذا المشروع، هذا كاين 6 مشاريع: حي بالخير، حي ديستيلي، حي الروكس شنوي، وحي صفراني. هي مشاريع واعدة ينتظرها السكان منذ سنوات ببلدية الحطاطبة للتخفيف من معاناتهم. في النشاط الحزبي، كشف اليوم رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام خلال ندوة عقدها اليوم بمقر الحزب، كشف الخطوط العريضة ل24 مرتكزا لصياغة مقترحات الحزب لإطراء مسودة تعديل الدستور نحو جزائر جديدة تسع الجميع. رانا منسجمين مع رؤية جبهة الجزائر الجديدة للإصلاحات وللتغيير داخل الوطن. تترتب علينا مسؤولية بمقترحات صادقة عميقة تخدم الدولة وهذا الشعب. وصل بعد ظهر اليوم جثمان القيادي الصحراوي الراحل محمد خداد المنسق السابق لجبهة البوليساريو مع بعثة المنورسو للأمم المتحدة، وصل إلى مطار تندوف على متن طائرة خاصة قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد. وكان في استقبال جثمان الفقيد وفد صحراوي هام يقوده وزير الخارجية الصحراوي محمد السالم ولد السالك، إلى جانب السلطات المحلية لولاية تندوف وعدد من ممثلي المجتمع المدني. ومن المنتظر أن يوارى جثمان الفقيد أثر غدا بمقبرة مخيم السمارة للتذكير، فقد توفي الفقيد محمد خداد في الفاتح من أبريل الماضي بإسبانيا بعد صراع طويل مع مرض عضال، إلا أن الظروف الصحية العالمية جراء انتشار جائحة كورونا حالت دون نقل جثمانه إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين. إن لله وإنا إليه راجعون. أفادت مصادر إعلامية أن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس باغلي أعلنت أمس عن القضاء على الإرهابي عبد المالك دروتكال زعيم ما يسمى بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وعدد من مساعديه في عملية عسكرية بشمال مالي. في الولايات المتحدة الأمريكية تتواصل المظاهرات تنديدا بالميز العنصري واستخدام الشرطة للقوة المفرطة على خلفية مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد قبل 12 يوما، هذا رغم فرض حظر للتجول في بعض الولايات. وأمام هذه الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكام الولايات على استدعاء الحرس الوطني لمواجهة المظاهرات، فيما دعا
خبراء أمميون واشنطن لإصلاح القضاء وحماية السود من عنف الشرطة. وفي حصيلة جديدة لفيروس كورونا عبر العالم، بلغ عدد الإصابات المؤكدة لحد الآن أزيد من 6,700,000 حالة مؤكدة، في حين سجلت أكثر من 392,000 حالة وفاة، وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تضررا من هذه الجائحة من حيث تسجيل الوفيات التي بلغت قرابة 110,000 وفاة، تليها بريطانيا بقرابة 40,000 وفاة. هذا وأصدرت منظمة الصحة العالمية توجيهات جديدة بشأن وجوب ارتداء الكمامات للحماية من فيروس كورونا كوفيد-19، خاصة في الأماكن التي لا يتوفر فيها التباعد الاجتماعي، مؤكدا على حاجاتها لتعهدات سياسية من كل دول العالم لضمان المنفعة العامة عندما تتوفر لقاحات فيروس كورونا مستقبلا. وكوفيد 19 ورغم آثاره السلبية على الحياة اليومية للإنسان، إلا أنه أعطى متنفسا آخر للبيئة. فبحيرة أم غلاس بوادية ليلات بوهران تحفة طبيعية فوق الأرض تنقل لنا صورها وطرق الاهتمام بها بهذا المكسب الإيكولوجي. عمري النهاري في هذا الروبورتاج. في هذا الموقع ببحيرة أم غلاس بوادي ليلات بوهران يتم جمع أسماك الشبوط، وبعد معالجتها يتم وضعها في الحدائق العامة لمحاربة حشرة البعوض. تأينا أن يكون هناك معالجة إيكولوجية لهذا البعوض، وهو بزرع الأسماك هذه، ونحن نعرف بلي هذه الأسماك في سلسلة التغذية نتاعها تتغذى من هذه اليرقات البعوض. إذا هي باش يكون هناك توازن إيكولوجي في هذه البحيرات الاصطناعية. البحيرة جمعت اليوم جمعيات وطنية وهيئات لدراسة مشروع تهيئتها. هذا لاك راني نشوف فيه كوم ان موزي ا سيل اوفير. سي ان موزي هذا ديجا بون اللي كلاسي نعرفوا كاع باللي كلاسي، مي حنا ماذا بينا اونطون كو جمعية ما يسوا با كلاسي جوست سور بابي. ماذا بينا حنا الجمعية نساهموا، ماذا بينا لي سيتويان تاع هنايا يساهموا. انا ماذا بيا انا حنا الخدمة تاعنا قطرية في البحر، مي ماذا بيا الجمعية سور بلاس هنا علاش ما يدوهش اون جيستيون ونديروا دي زيكسكورسيون اي سافا لو بيرميت هما يبروتيجو. حنا ماذا بينا كل عام نشوفوا في تطور، وماذا بينا هاد لي زيغولام يقيسوا هنايا يتبلعوا كاع ويتنقى ويولي احسن ويتولي كمنطقه سياحيه هنايا في مدينه ليلات. أم غلاس تحفة طبيعية فوق الأرض وموقع سياحي بامتياز بإمكانه وبعد تهيئته وتنظيفه استقطاب الزائرين. ختام النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها. الاتفاق على مواصلة العمل بقرار خفض الانتاج ب9.7 ملايين برميل يوميا شهر جوان. ووزير الطاقة رئيس الحالي لأوبك يبرز دور الجزائر الاستراتيجي في جهد التوافق خلال الاجتماع الوزاري 11 لمنظمة أوبك وغير أوبك. دخول المرحلة الأولى من رفع الحجر على بعض النشاطات الاقتصادية غدا، وتابعتم في النشرة صورا عن الاستعدادات لاستئناف النشاط وسط وعي باحترام الإجراءات الصحية. مات 115 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتماثل 178 مصابا للشفاء، وتسجيل 8 وفيات جديدة رحمهم الله. بحيرة أم غلاس بوادي ليلات بوهران تحفة طبيعية وسياحية تستدعي الرعاية اللازمة. ختام هذا الموعد الإخباري. العناوين الإلكترونية للتلفزيون الجزائري تبقى في خدمتكم. أستودعكم الله.